قدم اليوم الأمين العام النائب المكلف بالإعلام لحزب تجمع من أجل الديمقراطية والتقدم حديثا صحفيا بهدف توضيح موقف الحزب المساند للطاولة المستديرة التي تبدأ أعمالها يوم غد في العاصمة الفرنسية باريس. نستمع إلى جزء من حديثه. الحزب بحول الله التجمع الديمقراطي والتقدم يمتلك اليوم كتلة برلمانية في الجمعية الوطنية وعنده 76 مستشاري البلديات في جميع أنحاء البلاد. الحقائق التي تم ذكرها تكون بجلاء بأن الحزب يتمتع بصحة جيدة في الساحة الوطنية والدولية، بما في ذلك الطاولة المستديرة في باريس لتمويل البرنامج الوطني للتنمية والمنتدى حول إصلاح المؤسسات الذي يتم تحضيره. يرى الحزب التجمع من أجل الديمقراطية أولا فيما يخص الطاولة المستديرة في باريس، لا يخفى لأحد بأن الأزمة الاقتصادية المالية هي عالمية، ولكنها تضرب بشدة الدولات الناتشات. قام الحزب التجمع من أجل الديمقراطية والتقدم بتقديم مقترحاتها للجنة الفنية الوزارية، وهذا إن دل على شيء يدل على انضمامه لهذه العملية، أي عملية الإصلاح. كما قدم نائب رئيس الحزب الفيدرالي من أجل العدالة والتنمية هو الآخر أيضا حديثا صحفيا أكد فيه مساندة حزبه للحكومة وخاصة خطة التنمية والحوار مع الأحزاب الأخرى. جزء من حديثه. ونحن في الحزب الفيدرالي من أجل العدالة والتنمية مستعدون للمشاركة في أي عملية سياسية تهدف إيجاد حلول لمختلف القضايا المطروحة، ولذلك نحن نعيد عقد ملتقى سياسي شامل الذي يعتزم النظام الحاكم إقامته، كما نعيد بشدة مؤتمر باريس، ونشارك بقوة ونستنكر كل الاستنكار ونستنكر ونرفض كل الرفض المعارضة المسلحة، لأن المعارضة المسلحة أسلوب متخلف ما هي إلا إرهاب ودمار لمكتسبات الوطن، وعليه فإن الحزب الفيدرالي يعيد ويرغب في المشاركة في كل من الملتقى السياسي الوطني ومؤتمر باريس، وبهذا يكون الحزب الفيدرالي قد انضم إلى الكتلة السياسية المساندة للنظام الحاكم، وعلما بأننا ننضم ونحمل معنا رؤية جديدة، وعليه ندعو جميع الأطراف قوى المعارضة السياسية والنظام الحاكم والأحزاب المتحالفة معه ومنظمات المجتمع المدني للجلوس في طاولة المفاوضات، لا لكسر المكتسبات وإنما لنبني عليها ولتصبح مسارها ولتصحيح مسارها.